السلام عليكم يا بنات، اخباركم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض ننظف الحمام. هوريكم يا بنات ازاي تنظيف الحمام للعرايس الجداد اللي ما يعرفوش ينظفوا الحمام. انا ذبحت الحمام بتاعي وغسلت الرقاب بتاعه، بس ما ذبحتش الحمام معاكم عشان الحمام ذبحه غلط على القناة. يعني أي ذبح عامة غلط على القناة في اليوتيوب. فأنا ذبحت الحمام وغسلت الرقاب بتاعته زي ما انتوا شايفين. يعني تمسكين الحمامة كده، تمسكيها كده من الجوانح مفتوحة وزي كده، تمسكي رقبتها وتقولي ذبح على الله أكبر وتذبحها. أول حاجة هنعملها بسم الله، أجيب هنا عند في الرقبة هنا كده زي ما بننظفه هنا عندنا في الصعيد، وشد اللي هي دي بنقول عليها الحوصلة، شدها كده الطرف بتاعها كده من قدام عشان المطلعها تطلع معايا بسهولة. اهو كده يا بنات، اهو واجي هنا كده من تحت وابتدي كده حاجة بحاجة. اه كده ايه، هدوس كده عليها كده لفوق اهو الشكل ده لحد ما تطلع معايا زي ما انتوا شايفيني. لازم تغسل الرقاب الاول زي كده يا بنات، تشدها كده بالراحة بس عليها خالص، يعني ايه عشان ما تتفتحش منك جوا ايه الحمام من جوا اهو، حتة بحتة حتة بحتة كده تسحبيه زي ما انتوا شايفين كده، اهو حتة بحتة. اهو كده يا بنات، بحيث انها ما تتفتحش منك وتدلي اي فضلات داخلية الحمام من جوا، تلوث الحوصلة بتاعت الحمامة. اهو كده يا رب يكون واضح، وافضل اشد فيها كده اهو بالشكل ده اهو لحد ما اجيب اخرها من تحت عند اللي هو ايه الفتحه بتاعت الحوصله كده اللي مودي الامعاء بتاعتها اهي كده، واروح قطعاها اهي. ادي هي بنات طلعت اهي وكل سهوله هي طلعت، وده الحصن ما فيهاش اي حاجه. بس انا الاول هجيب كيس عشان اعرف اطلع اي فضلات، احط ايه على الكيس عشان ما ادعكش ايه الدنيا كلها عندك. هذا هكيمي احنا عملنا واحدة اها، نعمل التانية دلوقتي، نبتدي نعمل واحدة تانية اها، نجيب نعملها اهو بنات. اعمل واحدة تانية معاكم عشان تبقى الطريقة سهلة عليكم وتعرفوها. دي يا بنات اللي انا عارفة كل الستات يعني عارفة ازاي تنظف الحمام، بس دي يا بنات البنات العرايس المبتدئات اللي ما بيعرفوش ينظف الحمام، فالطريقة دي ليهم هما عشان يعرفوا ازاي ينظفوا الحمام. هنجيبوا طبعا زي ما قلنا نجيبوا الجنب بتاعتي اللي من فوق كده اللي هي الجلدة دي من فوق كده، نسحبها اه كده، شايفة ازاي بنات اهي زي ما احنا سحبناها يا بنات، وزي ما قلت لكم تسحبيها الاول كده اهو، بعد كده تجيبيها كده من تحت هنا عند اللحم بتاع الصدر بتاع الفرخي كده اهو زي كده، وتطلع كده فيها درجة بدرجة درجة بدرجة كده لحد ايه ما تطلعي. هو الحمام مش واكل كتير يعني اهو، وافضل كده اهو تفضل تسحب فيه بالراحة بالراحة كده لحد ما اسحبها خالص واطلعها عشان ما تتفتحش مني
يا رب يكون واضح يا بنات زي ما انتم شايفينها. انا حاطه ميه بتغلي على النار، يكون انا حصلت، احنا بنسمي هنا عندنا في الصعيد حصيل الحمام، يكون انا حصلت يعني طلعت الحواصل بتاعته كده من جوا اهو كده بالشكل دي اهو يا بنات، لحد ما نجيب اخرها كده هنا من تحتها اهو، واروح شايلها بس كده. حصل الاثنين التانيين، انا عملت اثنين معاكم عشان الطريقة تكون واضحة معاكم، وبعد كده اكمل معاكم التنظيف. انا كده يا بنات حصلت الحمام بتاعي، هجيب دلوقتي مية سخنة بتغلي يعني ما خلي سيبتهاش غلط قوي، واجيب الحمام واسقطه كده بسم الله واقلبه كده على الناحية التانية واطلع على طول، ما تخلوش يطول معاك اهو. كده يا بنات ما خلوش يطول، لو احتاج يعني حسيته محتاج او نزله تاني في الميه، بس هو بيطلع الحمام ما بيحملش يعني بيطلع بسرعه. هنقول الميه كده، شيل الميه ونجيب الكيس على الكيس كده الكيس عشان ما وسخش الدنيا كلها بالريش اهو كده اهو كده. وانتوا طبعا كلكم عارفين الريش ازاي تاخديه اول باول كده، والجوانح عشان ما اطولش بس عليكم الفيديو يا بنات، ونكمل باقي التنظيف مع بعض. انا كده هريش الحمام بتاعي كله بالطريقه داي، وبعد كده ارجع لكم تاني. ودين يا بنات ريشت الحمام بعد ريشته كله اهو زي ما انتوا شايفين، هو ما بياخدش وقت خالص. هاجي هنا كده الرجلين بتاعت الحمام هقطعها بالسكينه كده تحت الركبه هنا من تحت الركبه عشان تعرف ايه اتكت فيه اهو كده اهو. شايفين يا بنات هنا في الركبه كده من تحت هتلقوا جلده كده تضغطوا عليها كده اهي، ده لازم تطلعيها. هو لسه الحمام طبعا هيتغسل تاني وتنظف تاني من اي حاجة فيه. الراس طبعا عايزة تخليها خليها، عايزة تشيليها شيليها. كده بالسكينة تضغط عليها كده تقطعيها وتجي هنا برضو من تحت اهو. طبعا الرقاب هتشال اهو كده. انا قطعت البق بتاع الحمام وقطعت الرجلين بتاعه، هسقطه كده في مية عشان اغسله. هعمل باقي الحمام بالشكل دي، هقطع رجلين والبق واغسلهم كويس، وبعد كده ارجع لكم نشوفها ايه هنفتح ازاي. انا غسلتهم يا بنات زي ما انتم شايفين، غسلتهم بالميه. ابتدي دلوقتي افتح البطون بتاعتهم من جوا، اغسل السكينه بس بعد ما تطلع. زي ما شايفين زي ما قلت لكم الفضلات كلها انا بعملها على الكيس كده، وبعد كده الم الكيس عشان ما ادعكش الدنيا كلها عندها. هاجي هنا كده بالسن بتاع السكينه بالسن دي، وامسك بطن الحمامه كده من جوا واضغط عليها كده ضغطه واحده بالسكينه هاي زي ما انتم شايفين اهو. وبايدي بصابع كده بصابع ايدي وافتح الفتحه بصابع ايدي عشان ايه فتحه صغيره ها اهو كده يا بنات. ادي الفتحة بتاعت الحمامة تبقى صغيرة خالص، وابتدي دلوقتي اطلع بصباع واحد اطلع الاحشاء بتاعتها من جوا
واجي هنا اضغط عليها هنا كده من تحت كده، واخدها كده من الاعماق، اشيلها خالص من العمق بتاعها كده من جوه، ما اخليش اي حاجه فيها خالص من جوه مع الضغط ده. اهي بنات، بضغط برضو بايدي اهو، ما فيش اي حاجه طالعه في مني. الفضلات داي طلعها برده على الكيس اهو، بس اغسلهم كده من جوا. شايفين الرقبة والبنات، هشيل كده الجلد اللي شابكة فيهم من فوق اها، واعمل لها كده اسحى اسلخ الجلد من الرقبة زي ما انتم شايفين كده، واجي هنا كده بايدي واروح ايه واضغط هنا، اضغط هنا في السلسلة بتاعت الظهر اهو كده، في اعلى السلسلة بتاعت الظهر كده ايه من فوق. اهو يا بنات، هذه الرقبة طلعت اهي، ودخل ايدي في الحوصله كده من جوه اي حاجه فيها، العرق اللي هو اللي بتاع التنفس دي اهو شابك فيها برده، هطلعه اهو. هي نحن طلعنا الحواصل ما سيبناش فيها اي حاجه، وبرده هفتح عليها الميه وهنطفه كويس من جوه، مش هخلي فيه اي حاجه من جوه. افتح معاكم واحده تانية بنات اهي، اجيبها هنا كده اهي زي ما انتم شايفين، بس الحمامة دي شكلها واقعة كده ولا اخت ضربها ولا حاجة. شايفين يا بنات كده بالسكينة اهو، واضغط عليها كده اهي، الفتحة تبقى صغيرة زي كده، وبصباع واحد اطلعي انت الاحشاء وتطلعي وتنطفيها. انا نضفت معاكم واحدة وهكمل الباقيين مع نفسي، واوريكم اخر التنظيف هيكونوا ايه. انا يا بنات الحمام نظفته، بس حبيت افتح معاكم الغنص لما طلعت الكبد والاحشاء هاي زي ما انتم شايفين هي والقوانص، اوريكم ازاي تفتح القنصة، هتشيل الحتة دي هاي اها زي ما انتم شايفين كده، وبالسكينة فتحة كده خفيفة كده تسحبيها كده اهي، هي مقفولة كده هتطلع معاك اهي كده بالسكينة كده برضك، تحكيها كده بالسكينة بيبقى فيها زلاويك وحاجات كده عفشة من جوا، لازم مرحلة الحك يا بنات تحكيها، شايفين طالع منها من جوا، وتحكيها كده كويس من جوا، تغسليها كويس وتشهليها. وادي الحبانات الحمام بعد ما نظفته اه زي ما انتم شايفينه زي الفل اهو من جوه ومن بره اها، وما خليتش فيه اي حاجه خالص، وريتكم التنظيف بتاعه من البدايه للنهايه، وطلعنا الرقاب اهو زي ما انتم شايفينه نظفناه كويس. ولو عجبتكم طريقتنا الصعيديه النهارده في تنظيف الحمام ما تنسونيش في الاشتراك واللايك للقناه، وما تنسوش اللايك يا بنات عشان اللايك هو اللي بيرفع الفيديو.